اليوم جينا بنية الفوز وحققنا 3 نقاط اللي تخلينا نبدأ هذه التونوا في بأريحية. إن شاء الله نكملوا في هذه الديناميكية إن شاء الله باش نروح للبروشان تور إن شاء الله. لا جينا نلعب على 3 نقاط، الكابتن أعطانا نقاط القوة والضعف تاع الفريق الزمالك، استغلينا نقاط الضعف تاعهم ونقصنا من نقاط القوة تاعهم. الحمد لله حققنا 3 نقاط مهمة وإن شاء الله اللي تخلينا نكملوا المشوار بأريحية إن شاء الله. والحاجة الأولى نشكر الطاقم الفني ونشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به في أرضية الميدان. الحمد لله ربي كرمنا ونفوزنا 1-0 في مقابلة صعبة، والحمد لله إن شاء الله رانا نبريباري وإن شاء الله الماتش الجاي إن شاء الله كنت ترجي وين راح نزيدوا نحضروا مليح باش نزيدوا نفوزوا إن شاء الله. شغل كونسونطرينا، شغل مع الطاقم الفني، حضرنا المباراة مليح وين الحمد لله ربي كرمنا وتحصلنا على نتيجة إيجابية في استاد القاهرة. مباراة العودة إن شاء الله ثاني نبريباري ولها مع الكوتش وإن شاء الله نلعبوها كما يلزم الحال، وما شغل نخمو غير في الفوز إن شاء الله.